اهلا فاتن. طبعا كما ترين نحن الان في على الريد كاربت للدورة الثامنة لمهرجان دبي السينمائي الدولي. وصل توم كروز قبل قليل. معنا الان الفنان عمرو واكد. عمرو اهلا بك. اهلا وسهلا. اول مرة على مهرجان دبي؟ اول مرة؟ لا مش اول مرة، اول مرة في لجنة التحكيم. ايوه ايوه. خبرنا على اللجنة التحكيم اللي انت مشارك فيها. خلينا نتكلم عن التحكيم. لجنة التحكيم ايه دلوقتي وتوم كروز عندكم اهو. صوروه الحقوا صوروه. بسرعة ده عدى. طيب ايه جديدك؟ ايه جديدي في ايه بالظبط؟ في الافلام. بحضر عنترة بن شداد. اوكي. ولسه مخلصين فيلم اسمه بيرث مارك اخراج ابراهيم البطوط. اوكي. وان شاء الله يعني عندي فيلم فرنسي هسافر من هنا علشان اصوره. طيب لسه كنا شايفين توم كروز. زميلي. اكيد زميلي طبعا. هتشوف الفيلم اكيد طبعا. شفت الفيلم سابقا؟ طبعا. اوكي. تقول ايه لمهرجان دبي في دوره الثامنه؟ اقول له بالتوفيق ان شاء الله، كل سنه يبقى احسن من اللي قبلها. وانا شايف النهارده السنه يعني الاقبال كويس جدا. في زي ما تقولي كده بعد يعني في بعض الناس المتحمسه جدا لموضوع المهرجان، عايزين يتفرجوا على افلام. ويا رب كل المهرجانات العربية تبقى بهذا الشكل الكريم. وإن شاء الله إحنا كلجنة التحكيم نبقى عند حسن ظن الإدارة وندي الأفلام حقها فعلا إن شاء الله. وعودة إليك فاتن. طبعا كما رأيتي توم كروز مرة من على الريد كاربت ولم يوقف عند الصحفيين. الفيلم سيعرض فيلمه الأخير الذي صوره في دبي وهو فيلم ميشن امبوسيبل غوست بروتوكول. سيكون أول عرض للفيلم عالميا بعد قليل. عودة إليك يا فاتن، وسنبقى على يعني سنبقى في المهرجان لمدة 8 أيام لنحضر الأفلام والندوات الخاصة والورش العمل، ونقدم تقارير يومية من مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الثامنة.